عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل لكم فكرة خطيرة 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 وبسيطة جدا. هنعمل ايه؟ هنعمل طقم للتسريحة. ان شاء الله هنعمله اهو سهل، انا عاملة لكم طبعا منه اهو اهو. نكمل الطقم دي طبعا هنعملها بايه؟ بشوية علب قديمة او فضيت عندي، علبة كريم كنزاية، الغطيان بتاعت الرش، علب الكريم. انا طبعا الحاجات دي مش بنرميها، بستخدمها وبعد كده بتبقى حاجة مفيدة وحلوة قوي. احنا عاملين اهو، هنكمل طبعا معاكو اهي. دي ايه؟ دي علبة ماسك فاضية كرتونة، بدل ما نرميها هنغلفها ونعملها مع الطقم اللي احنا عاملينه. يعني كل حاجة ممكن استخدمها واستغلها بدل ما ارميها اهي. متاخدش حاجة خالص ومتاخدش وقت من حاجة كنا هنرميها وملهاش اي لازمة، احنا طبعا عملنا لها لازمة كبيرة في البيت اهي. وبدخلها هنا، انا طبعا سبت الجناب بتاعتها عشان تقويها، هحط من جوه، هحط شمع من جوه عشان تبقى لازقة معايا اهي. وبعد كده بنزوقها بقى بأي اكسسوار زي ما انتي بتحبي، كل واحد على ذوقه اهي. بثبت كده بالشمع من جوه عشان ما تفكش مني اهي. كده خلصت معايا العلبة. كده عملنا الطقم ده الجميل. حطي فرش المكياج، فرش الشعر، الاقلام، الروج، الخواتم، كل حاجة عندي على التسريحة هنحطها في الطقم الجميل اللي احنا عملناه ده. نبدأ بقى نزوق. عندي طبعا شريطة ستان، شوية اكسسوار من اي حاجة قديمة انا شلتهم منها، ترتر، اي حاجة انت عايزاها، كل واحد وذوقه. هنلف كده حواليها عشان تديني شكل بس كده ايه جميل اهي. دلوقتي اهو خلصناهم اهي. لفينا الشريط الستان عليهم كلهم اهو، وحطينا شوية اكسسوارات كده عشان يبقى شكلهم كويس اهو. نكمل هنا، ناخد جنبي كويس كده اهو، وخلي بالي الشكل اللي هيبان قدامي هو اللي يبقى ايه مظبوط والزق فيه اهي. بحاجات بسيطة خالص عندنا عملنا طقم جميل، وكل فترة اعمل طقم جديد كده وحلو اهو. كده ايه الطقم اكتمل اهو. حطي بقى في حاجتك اهو، والسلام عليكم.